جديد عالم الصباح. نحن وياكم مشاهدينا رح نترافق للجمعة 15 نيسان 2016. بدي صبح بالخير فورا بالقيسة اللي موجودة حدي لأنه نهار اليوم عن جد نهار بيكنيك. رح بيكون حافل بيكنيك وهلأ الطقس بلش يكون حلو شوي شوي عم نقرب وكلنا نعرف أنه ابتداء من 1 أيار عنا هاي العادة بلبنان أنه الكل بيظهر بيعملوا بيكنيك برا بالطبيعة بيكون أحلى شيء يعني اللي هو بداية الربيع. صبحك بألف خير. صباح الخير. شو رح توعدينا بكل هالأشياء اللي موجودة قدامنا اليوم؟ اليوم عنا نوعين من العجينة بدنا نعمل عجينة الساج بس بنوعين نوع للدايت ونوع للعالم بتحبه يعني عظيم بتحطي دايت هيك وبتحطي عادي هيك اوكي عندنا كذا خلطه خلطات معروفه تراديشنال ساج وخلطات مفزلك شوي مثل ما عودتكم اكيد رح اكون معك اليوم بخلال كل النهار كمان في عندنا كثير من الفقرات اليوم لانه نهار الجمعه اكيد نحن وياكم على الساعه 12 ونص تقريبا بكفي لقائنا بهالوقت ننتقل حتى نشوف مين رح بيكون موجود معنا وبنرجع لكم بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن آخر أخبار الموضة مع هادية على الموضة ترويقة صحية على الساج مع كارلا بخفيف نضيف الملل بالحياة الزوجية وكيفية تفادي مع مايا ببيت بيوت ضيوفنا بيعرفونا على أجدد نشاطات جمعية أجيالنا ضيفتنا بتعرفنا على مجموعة باتشي للأعراس لصيف 2016 ورشة ملح على وصفة جديدة وشهية هاي فقراتنا لليوم بشكل سريع البداية دايما بتكون حتى لو نحن موجودين بالهواء الطلق اليوم أكيد البداية دايما هي مع كارمن تعرفوا حصكم من خلال كل الأبراج ومنرجع ملتا صبحكم بالخير يوم الجمعة 15 نيسان أبريل يوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الأسد يعني في مثلث فلكي ناري بين القمر والشمس بيترك تأثيرات كتير حلوة على الأبراج النارية يعني عم نحكي عن موالي برج الحمل الأسد وأيضا موالي برج القوس مش بس اليوم لبكرة أيضا كيف رح بتكون أبراجنا منبلش مع برج الحمل بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل نهار رائع نهار كتير حلو هيدا نهار بيفتح قدامك مجالات ما كنت عامل حسابها يعني بدك تتصالح مع حدا بدك تتلفن لحدا بدك تقوي قلبك بدك تغامر بدك تجدد شيء اليوم نهار بيحمل حظوظ قد ما بدك 30-31 أدار مارس ألا وفرح الظن ننتقل لبرج الثور بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار أول شيء بدك تنتبه فيه على الثقة بنفسك الأجواء متقلبة الأجواء ما رح تدعمك الأجواء بتاخد منك من خلال أشخاص من حولك يعني من خلال أصحابك من خلال أقربائك أولادك عائلتك منزلك الأمور اللي بتعني لك كتير اليوم هي أكتر شيء معقولة تاخد منك لكن مش بالضرورة تكون أمور سلبية مش بالضرورة الجو يكون سلبي حسب أنت كيف تتفاعل معه وبيبقى المولود اللي عنده حظوظ أفضل من غيره 3-8 أيار مايو ننتقل لبرج الجوزاء مولود برج الجوزاء هيدا نهار فينا نقول عنه أنه نهار أكتف فعال جدا ناشط جدا بيحطك في عين أو على الساحة ما رح نقول عين العاصفة لأنه في عاصفة بالعكس تماما أنت تحت الأضواء الأجواء اليوم بتخلي مولود برج الجوزاء يبين بأحلى حلة أحلى كلمات أحلى أفكار أحلى إجابات عندك سرعة خاطر كتير حلوة لافتة للأنظار ما بيهدى اليوم مولود برج الجوزاء وين النقطة الضعف بهيدا النهار أنه طاير يعني ما عم تقدر تركز على كثرة الأفكار والأفعال اللي عندك إياها ركز على عمل واحد ثم انطلق لغيره تبقى المواليد الأكثر حظا مواليد أيار مايو ننتقل لبرج السرطان جو حلو عند مولود برج السرطان مع أنه يمكن يحس حاله نوعا ما أنه مسؤول عن شيء ما أو يحاسب على شيء ما مش بالضرورة تكون سلبية لأنه مولود برج السرطان هالفترة ما عنده أشياء سلبية إذا ما زبطت بتكون مش لإلك وبالتالي اليوم مولود برج السرطان تعامل مع الأمور بموضوعية كون جاهز في احتمال كتير أنه اليوم تربح 8-9 تموز يوليو بعد الأوفر حظا بنكمل مع برج الأسد اليوم مولود برج الأسد من أقوى الأبراج القمر ببرجك في مثلث مع الشمس هذا معناته مولود برج الأسد ما في شيء صعب قدامك طلب وتمنى قوي قلبك اليوم وبكرة الحظوظ على مد عينك والنظر
فيك نوعا ما تقول ما بدي اعمل شيء بدي اقعد ارتاح، القرار النهائي لك، بس بهيك نهار نوعية الوقت فيه ممتازة بل مميزة واستثنائية، ضروري يكون فيه لك خطوات مهمة بتساعدك بتقويك وبتفعل نشاطاتك. بتبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا اليوم هي مواليد شهر تموز يوليو، بدنا نضيف عليها 8 9 و 10 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. الجو اليوم عند مولود برج العذراء خفيف، خفيف يعني مثل قاعد حاطط الطبخة على النار، والطبخة كثير تنقول النار كثير كثير خفيفة، وبعد شوي تخلص أنينة الغاز انتهى، اليوم ما في شيء لليوم ولا بكرة. مولود برج العذراء أحسن شيء ما تحط شيء على الطبخ، بمعنى أنه ما تطبخ شيء، ما تاخذ قرارات، عمول دليفري مثلا. الأجواء اليوم إذا تطلب من مولود برج العذراء بعد عن مشاكل عن أخذ القرارات الكبيرة. مولود برج العذراء الأجواء عندك اليوم تطلب منك أنه تديري حالك شوي، ما تحط حالك بظروف صعبة، لأنه اليوم أنت بحاجة لمين يداريك مش أنت تداري الآخرين. بتبقى المواليد يلي نوعا ما في عندها حظ شوي أكثر من غيره بس ما معناتها نجازف، هي مواليد 7 ل 11 أيلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان انتهت هالمعاكسات الصعبة، ثلاث أيام مرقوا عليك كانوا أنت كنت بعين العاصفة، كانت الأجواء كثير صعبة، اليوم في انفراجات، اليوم في مجال لحتى مولود برج الميزان يغير جو، يفرح، ينبسط، ويكيف. الأجواء بتطلب من مولود برج الميزان إنه يدور على أجواء ترفيهية، اشحن ذاتك بالإيجابيات من جديد، بالتفاؤل من جديد، الأجواء بتدعمك 200%. بتبقى المواليد الأنشط من غيرها اليوم هي مواليد أيلول سبتمبر. بنكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب الأجواء اليوم تقيلة، عند مولود برج العقرب اليوم ما في تلتهي، ما في، لأنه اليوم مولود برج العقرب بده يقدم نتيجة، والنتيجة أو ستحاسب على أدائك. الأجواء صعبة، بعض مواليد برج العقرب يمكن عندهم شغل جديد، عم بيقدموا على شغل جديد وعلى الأرجح اليوم في عندهم مقابلة، بعض مواليد برج العقرب يمكن اليوم يستلموا عمل جديد. في نسبة قليلة من مواليد برج العقرب يمكن يكونوا عتلانين هم أحد الوالدين. الأكثر تعبا حاليا هو مولود 3 4 و 5 تشرين الثاني نوفمبر. بننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس ما عاد في حدود لطموحاتك اليوم، ما في بواب مسكرة، بالعكس تماما، مولود برج القوس قادر يشوف الأمور مثل ما هي وأكثر، وعلى الأرجح عم بيشوفها بطريقة كتير إيجابية وبيلاقي حلول مطرح ما حدا غيره مش شايف حل، يعني غيرك بيشوف باب مسكر، أنت بتشوف البواب مفتحة، هذا الشيء بيعطيك القوة مولود برج القوس لحتى تغامر أو تعيش تجربة جديدة أو تتعرف على شيء جديد، من ثقافات، يمكن من سفرة، من رحلة، من تعلم مسألة، أو يمكن حتى تتعرف على أشياء جديدة. إذا اليوم مولود برج القوس نفسيته مرتاحة، مزاجه كتير رايق ومبسوط، لكن هذا ما معناته أنه فينا نجازف. مولود 1 و2 ديسمبر كانوا الأول بعد عن مشاكل سفر سنة وعن السرعة والمجازفة. بنكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي ثلاث أيام كانوا صعبين مرقوا عليك، هلأ الجو نوعا ما بيسمح بتسوية، بيسمح بتلطيف الأجواء، بيسمح باعتذار، بدك تجرب، بدك تدق الباب لحتى تسمع الجواب، لكن ضروري تاخد الخطوة. احتمال أنه بعض مواليد برج الجدي يكونوا عم يشتغلوا بمسائل عقارية، يمكن استشفائية، عم يشتغلوا على معاملات خاصة بتخصهم أو بتخص أحد أفراد العائلة. بيضلوا الأكثر حظا 4 ل 6 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نبضك أول يوم، فبدك تنتبه على كلامك، طريقة تصرفاتك، ثورجي. اليوم مولود برج الدلو ما كتير عجبتك الأشياء، بتسمع جواب أو بتسمع كومنت بتنزعج منه وبتعلن احتجاجك، هيدا الشيء يمكن يكون سيف ذو حدين، معك حق لكن يمكن في أشخاص ما رح يعجبهم هالشيء ومش رح يسكتوا. إذا اليوم في ثورة وفي ثورة مقابلة، فبعد عن المشاكل اختار طريقة للتعامل مع الآخرين تعبيرية ألطف، دبلوماسية بتكون أفضل. مواليد شباط فبراير الأوفر حظا، مواليد كانون الثاني يناير الأقل حظا. بنكمل مع برج الحوت.
بالنسبة لبرج الحوت، الأجواء اليوم من بعد السهر والتسلية والفرح، اليوم مولود برج الحوت حاطط عقله براسه، عارف حاله أنه قدامه مسؤوليات كبيرة، مش بس اليوم وبكرة، يعني عندك 4 أيام 5 أيام منهم سهلين، منهم صعبين مستحيلين، لكن منهم سهلين. بدك تحط عقلك براسك، تتعامل مع الأمور بموضوعية. حان الوقت لتهتم بمسألة صحية، بصحتك، بحالك، تدلل حالك نتفي أو تبدأ برجيم معين مثلا. حان الوقت لحتى تبلش تفكر بهيدي الأمور أيضا. بعد مواليد برج الحوت يمكن يكون عندهم عمل جديد. الأكثر حظا نسبيا هي مواليد شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير مهمة. ليش؟ لأنه هيدي السنة بتفتح على حالك، بتفتح عليك أبواب رومانسية، أبواب حب، أبواب زواج، ارتباط، أبواب مهنية جديدة ومهمة. أفضل الأشهر نيسان، أبريل، آب أغسطس وديسمبر كانون الأول. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. هلا بالوقت اللي نحن واقفين فيه هون عم نقدر نستفيد من كذا جبهة. أول شيء عم نقطع، عم نتعلم، وعم نحضر الأشياء اللي نحن بدنا إياها، ما هيك؟ الخلطات اللي بدنا نحطهم بعدين بقلب المنقوشة على الصاج. هي خلطة، إذا ما حدا، إذا أنا ما بوافق على الخلطة ما حدا بياكل اليوم. بس هي الخلطة اكتشفيتها غادة، يعني هيدي خلطة غادة بدنا نسميها. لا اليوم كمان عم نتعلم نستعمل السكاكين هول. نحن عادة بالبيت مش هالقد منكبر السكاكين، أصغر شوي. فأنا ما بعرف قديش نحن والسكاكين اليوم رح يمشي الحال ويقطع نهار على خير وسلام. لا مش حتطلع من هون غير لا تشتري ساج أنت ورايحة. ما هيك وهول السكاكين. على كل حال خلونا ناخذ بريك كمان مرة، من بعدها رح نتابع فقراتنا وتنضم لنا هاديه.